النور له علاقة وثيقة مع شعب إسرائيل وله دلالة خاصة لهم. طبعاً بيتذكروا نور الله اللي كان بيهديهم في عمود من نار في البرية، وطبعاً في الهيكل في منطقة القدس المنارة التي كانت تضيء في داخل الهيكل. في نفس المكان كان في أيضاً الخبز اللي كانوا بيضعوه في منطقة القدس، لكن أيضاً في عيد المظال بيضيئوا 4 منارات، المنارات الكبيرة تضيء كل منطقة دار النساء. وطبعاً الذكر الأكبر في أيام المكابيين بعد الثورة المكابيين عندما انتصروا على أنتيخوس أبيفينس وطردوهم، المنارة ظلت مشتعلة إلى مدة 8 أيام. ففكر النور وذكر النور بالنسبة لهم إلها علاقة خاصة فيهم. لكن المسيح قال أنا هو نور العالم، بالمقابل على أي نور بيزول أو بينتهي. فالمسيح هو النور الحقيقي، إنه النور في بداية الخليقة، وإنه نور الخلاص، ويستطيع أن يشرق في حياتك الآن. افتح قلبك، سلم حياتك ليسوع المسيح، اطلب من هذا النور أن يأتي إلى حياتك، وقل يا رب ارحمني، خلصني أنا الخاطي، أنا بتوب عن خطاياي وبسلم حياتي لإلك. إذا بتحب أن نصلي معك تواصل معنا، لأنه هذا أهم قرار. لكن عندما تختبر النور تختبر الحياة، وتختبر الحياة الأبدية.